نائب ألماني يتحدث عن انفصال ألمانيا الشرقية مرة أخرى. طبعا توقع انفصال ألمانيا الشرقية مرة أخرى توقع بعيد جدا، إنما نائب ألماني قال إن ده ممكن يحصل مع التطورات الجارية في ألمانيا. طبعا هذا الكلام لا يمكن أخذه بجدية، إنما النقاش بشأنه قد يكون مفيد للإضاءة على الوضع في ألمانيا. ألمانيا بدأت تدعم أوكرانيا بشكل غير مسبوق. في البداية كانت ألمانيا متحفظة جدا في موضوع أوكرانيا، لكن شوية شوية بقت ألمانيا داعمة بقوة لأوكرانيا وبقت تديها أسلحة، قالت قبل كده مش هتدي هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. أضف إلى ذلك يونيو 2024 ألمانيا هتبدأ تصنيع معدات عسكرية ألمانية على الأراضي الأوكرانية، بحيث تصنيع هذه المركبات وإصلاحها على الأراضي الأوكرانية، ودي خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب. فالنائب ده بيقول إن استمرار الدعم الألماني العسكري الكبير ده، وإن الناس في الجزء الشرقي من ألمانيا ضد ذلك، ممكن يقود في النهاية إلى توتر وإلى رغبة الألمان الشرقيين في الانفصال مرة أخرى. هو بيبالغ فبيقول إنه الموقف في الولايات الشرقية في ألمانيا ضد الدعم الألماني لأوكرانيا، فإذا استمرت برلين تدعم أوكرانيا هتؤدي إلى غضب في الجزء الشرقي، ممكن يؤدي إلى مشاكل فيما بعد تؤدي إلى انفصال. طبعا لما نضيف على ده كلام النائب عن إن حزب البديل الألماني تقدم في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، انتخابات البرلمان الأوروبي، وخد نسبة كبيرة، وإن اليمين متطرف بقى قوي جدا بعد هذه الانتخابات في ألمانيا، في فرنسا، في النمسا، في إيطاليا، فصعود اليمين المتطرف الألماني واللي بيعتبر قريب من الرئيس بوتين ده ممكن يؤدي إلى تغيير قادم في ألمانيا، إما التراجع بحسب هذا النائب عن الدعم الكبير لأوكرانيا، وإما إن يكون في خطر إن يحصل توتر في الولايات الشرقية الألمانية اللي بيتمركز فيها حزب البديل الألماني. خلاصة القول في هذا الإطار إن أي سياسة هي مركبة ومعقدة، فرؤية ألمانيا وراءها أمريكا والنيتو لابد من دعم أوكرانيا، لكن نلاقي إن في آثار جانبية لذلك ممكن تؤثر على الجبهة الداخلية الألمانية، زي ما حصل في بولندا أيضا، إن بولندا واقفة بقوة مع أوكرانيا، لكن المزارعين وفئات أخرى تضرروا من الحرب في أوكرانيا، فبقوا بيطالبوا الحكومة البولندية بعدم دعم أوكرانيا، وهكذا. أي قرار سياسي ما بيكونش سهل يتاخد، ولازم مراجعات مستمرة ليه، لأنه بيكون دائما له أعراض جانبية، وربما تؤدي هذه الأعراض الجانبية إلى تغيير الوضع الداخلي ككل. لذلك ألمانيا في دعمها لأوكرانيا تواجه تحديات، وعدم دعمها لأوكرانيا أيضا تواجه تحديات، وده مش ألمانيا فقط، إنما كل أوروبا تواجه تحدي عسير غير مسبوق منذ الحرب العالمية.